وقع النادي الأهلي، أعلن توقيعه مع الكابتن محمد العويس الحارس القضية في الفترة الماضية، وهذه القضية اللي حقيقة شغلت الرأي العام الرياضي بكل أشكاله، سواء البرامج، الصحف، مواقع التواصل الاجتماعي، الجميع كان يتحدث عن هذه القضية. اليوم تم التوقيع مع اللاعب لصالح النادي الأهلي. طبعا ما نعرف إذا هل القضية انتهت تماما ولا لسه، لكن حتى هاللحظة آخر حدث صار أنه الأهلي أعلن التوقيع، وما في رفض جاء من اتحاد القدم معلن. ما نعرف إذا في شيء صاير، إحنا ما ندري، بس أنه ما في شيء معلن من اتحاد القدم أنه رفض التوقيع أو شيء. وبالتالي طالما أنه الأهلي أعلن التوقيع يعتبر أنه هذا هو آخر إجراء حتى هاللحظة. ممكن يصير فيها أشياء ثانية وممكن لا. طبعا هذه القضية يعني قضية كانت شائكة جدا، حساسة جدا بين الأهلاويين والشبابين في مباراة يوم الجمعة في جدة، الدوري في جدة. طبعا في كثير من الشحن صار في الأيام الماضية، و يعني شارك فيه إعلاميين وشارك فيه جماهير وأيضا بيان نادي الشباب، وال يعني كان في شحن كبير. احنا نقول للجماهير الرياضية المباراة يوم الجمعة من المفروض انها ما تخرج خارج الملعب، وايضا يعني نبغى الاعلاميين كمان شوي يعني زملائنا، ونوصي انفسنا احنا بعد كمان ما نعفي نفسنا من اي مسؤولية، انه يتم التعاطي بتهدئة على الاقل لهالمباراة. طبعا ما في شيء الواحد مثلا خلينا نقول حوادث سابقه الواحد والله يقيس عليها، ما نبغى يصير زي كذا. الحمد لله جماهيرنا الرياضيه يعني دائما جماهير واعيه وتتعامل مع الاحداث داخل الملعب بكثير من الفهم والوعي والمسؤوليه. في اشياء يعني تصير من بعض الجماهير لكن تظل هي اشياء فرديه ويتم السيطره عليها بالنظام. كل الزملاء اللي والجماهير اللي في هالقضية خاضوا بوعي، واللي ما كان في عندهم شيء من الوعي اللي هم طبعا يحاولون يركب الموجة دائما وين ما تكون، يعني على الأقل في الأيام الجاية يكون في تهدئة. ونتمنى أيضا أنه يكون حتى في مواقف رسمية واضحة من اتحاد القدم على اللي صاير. يعني اليوم في شد وجذب بين كل الأطراف، واتحاد القدم في صمت. يعني ما نعرف هل هو سيتم تحقيق، هل هي القضية انتهت، الاتهام اللي وجه لإدارة المنتخب، الكلام اللي انقال من نادي الشباب على النادي الأهلي، النادي الأهلي وتوقيعه اليوم. يقابل كل هذا المظلة الرئيسية تواجه الموضوع بصمت، ننتظر منها موقف، إما إحالة الموضوع للتحقيق، إما الحديث أنه والله أصلا ما في شيء يستحق التحقيق. لازم النقطة الأخيرة على السطر ما راح تكون لا من الأهلي ولا من الشباب، النقطة الأخيرة على السطر راح تكون من اتحاد القدم، واللي نتمنى أنه يعني يأخذ موقف واضح أمام الجميع وينهي هذه القصة، أو يورينا القصة هذه وين رايحة ومتجهة، لأنه ما حتنتهي بهذا الشكل. ماريا الغفلة، عارف، نسكت ما حتنتهي، لأنه كمان في مباراة، ونتمنى أن اتحاد القدم يأخذ موقف واضح علشان خلاص توضع النقاط على الحروف، يا في تحقيق يا ما في تحقيق، يا القضية انتهت يا القضية ما انتهت. هذا الصمت قاعد يخلي الناس تتجرأ أكثر، وتخلي كرة الثلج تكبر أكبر، وتتحول من كرة ثلج إلى كرة نار تتقاذفها الأطراف.